الجمعية المغربية لحماية المال العام اليوم أطلقت حملة وطنية للمطالبة بتجريم الإطراء غير المشروع. هذه الحملة الوطنية تضمن العديد من الإجراءات والتدابير. ضمن هذه الإجراءات وهذه التدابير هذه الوقفة الاحتجاجية المنظمة اليوم أمام البرلمان. فضلا أيضا سنطلق خلال الأيام المقبلة عريضة إلكترونية موجهة إلى كل المغاربة للتوقيع على هذه العريضة من أجل حتى البرلمان والحكومة على تحمل مسؤوليتهما في تخليق الحياة العامة وتجريم الإطراء غير المشروع. أيضا سننظم ندوة عمومية سنعلن عن تاريخها بمختلف المقاربات والمنهجيات تهدف إلى تسليط الضوء على تجريم الإطراء غير المشروع. ذلك أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشرها في الجريدة الرسمية سنة 2008، وأعتقد أن هذه المقتضيات والبنود هذه الاتفاقية ملزمة للمغرب، وضمن هذه البنود المادة 20 من هذه الاتفاقية التي تجرم الإطراء غير المشروع. اليوم هناك متابعات، بعض المتابعات القضائية لبعض المسؤولين وبعض البرلمانيين، نعتبر ذلك مهما وإيجابيا. نتمنى أن يستمر بنفس سياسي وبرؤية تشرف المستقبل وتتوخى القطع مع الفساد والإفلات من العقاب وتخريق الحياة العامة وفق استراتيجية وطنية مندمجة ومتعددة الأبعاد والمقاربات تهدف على المدى القريب وعلى المدى المتوسط للحد من نزيف الفساد وتطويق مخاطر الفساد على الدولة وعلى المجتمع. أنتم تابعتم كيف أن شبكة إسكوبار الصحراء كيف تورط فيها السياسيين، وهذا يشكل خطورة على المستوى على الدولة وعلى المجتمع. أيضا تابعتم كيف أن بعض النخب الحزبية اليوم كيف أنها متورطة في الفساد، وبالتالي فهذه النخب الحزبية الموجودة اليوم في البرلمان ليس من مصلحتها إطلاقا تجريم الإطراء غير المشروع ولا الحديث عن مكافحة الفساد. هذه النخب الحزبية اليوم متابع فيها 30 برلماني على هذه الأحزاب السياسية في نظري أن تعقد مؤتمرات استثنائية لمراجعة طريقة اشتغالها وبرامجها وأيضا معايير وقواعد الانتماء إلى هذه الأحزاب، ووضع مدونة للسلوك تقضي عدم ترشيح كل المشتبه فيهم هم المتورطين في شبهات فساد. إذ أن النخب الحزبية بعضها متورط في تبييض الأموال والشيكات بدون رصيد وفي تهريب المخدرات وفي السمسرة في العقار العمومي وفي العقار غير العمومي، بحيث أن هناك بعض المنتمين لبعض الأحزاب اليوم يتحايلون على العقارات ويصنعون وثائق للاستيلاء على هذه العقارات والسطو عليها. إذن هناك اليوم فساد بنيوي وهيكلي. أعتقد أن التصدي للفساد يشكل مدخلا أساسيا لبناء دولة الحق والقانون. تعرفون أن 5% هي الناتج الداخلي الخام يستنزفه الفساد، 50 مليار درهم في مجال الصفقات العمومية. إذا لابد لكي نتقدم من القطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب. السياق ديالها هو أننا كنعتبروا بأن الإطراء المشروع شكل من أشكال الفساد، وبالتالي السياق ديالها هو أن الفساد تغول. إذا لاحظتوا غير الملاحقات الآن ديال البرلمانيين، حوالي 30 برلماني اللي عندهم ملاحقات قضائية. الآن كون كنا في شي دولة اللي كتحترم نفسها وديمقراطية كون شكلت واحد اللجنة ديال تقصير الحقائق. الوقفة كتجي في واحد السياق ديال أن الفساد تغول، وأكثر من ذلك أصبح يهدد ويمس كذلك حتى النواة الصلبة للدولة. في هذا الاتجاه حنا كنعقدوا كنديروا هذه الندوة في إطار واحد العدد ديال المبادرات اللي كانت أولا في الندوة الصحفية. كاينه هذه الوقفة، غادي ننزلوا عريضة إلكترونية غتوجه للسيد رئيس الحكومة، وكذلك نحن عازمون على تنظيم ندوة لتسليط الضوء على هذا الوباء ديال الإطراء غير المشروع. وبالتالي المطلب ديالنا هو تجريم الإطراء غير المشروع، لأنه هو تخليق الحياة العامة، لأن بدون تجريم الإطراء غير المشروع لا حديث على التنمية نهائيا. وأكثر من ذلك العيوب الجمعية نعتبر أن هذه معركة مجتمعية ديال الأحزاب السياسية ديال النقابات ديال وسائل الإعلام ديال الجميع، يعني معا يمكن أن نحدث التغيير ويمكن أن نحمي المال العام ونصونه. وشكرا.